قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع عليا فقد أطاعني، ومن عصى عليا فقد عصاني. هذا الحديث عند الحاكم وصححه الذهبي، يدل على إمامة علي بعد الصف مصطفى صلى الله عليه وآله. حديث رسول الله: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، فاسمعوا له واطيعوا. اثنين. ثلاثة. حديث الدار عند الطبري وعند الكمل في التاريخ، أول من رسول بعث في أول 3 سنين جاب أكل لأقربائه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال له: وأنذر عشرتك الأقربين. وأم قال: من يبايعني على هذا الدين ويكون أخي ووصي؟ فقام علي سلام الله عليه مرة واثنين وثلاثة، فقال الرسول صلى الله عليه وآله: إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. ثلاثة. أربعة. لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من عترتي، بس هم حرفوا الحديث قالوا كلهم من قريش. ماشي، ما هو عترته من قريش، أولهم أمير المؤمنين علي وأخرهم أخرهم سلام الله عليه الحجة. خمسة. ما بعث الله نبيا ولا استخلف من خليفة إلا وكانت له بطانتان. هذا حديث رسول الله يدل على أن الله هو الذي يبعث النبي، وأن الله هو الذي يستخلف الخليفة. أين هو الخليفة يا رسول الله؟ حديث صححه الألباني، قال: تركت فيكم خليفتين. نص الحديث خليفتين. تقول الرسول كذاب، الرسول خاف، الرسول جبان، الرسول ما قالش. أنا بجيب بقى حديث أهو، خليك معايا واسمع الحديث. تركت فيكم خليفتين، نص الرسول، هذا الحديث صححه الألباني، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. سبعة. النجوم أمان لأهل الأرض، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف، مستدرك الحاكم. ثمانية. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله قال لسيدنا علي: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لنبي بعدي؟ ده حديث متواتر عند الشيخان، وطبعا معروف في القرآن لما ربنا قال: واجعل لي وزيرا من أهلي، وسيدنا موسى قال لي: هارون أخلفني في قومي. يبقى لما سيدنا النبي يقصد الكلام، لأن هو أطهر مطهر وأعلم العلماء وأعقل العقلاء، لما قال: أنت يا علي مني بمنزلة هارون، يعني أنت وزيري كما كان هارون وزير لموسى، وأنت خليفتي أخلفني في قومي يا علي كما قال موسى لهارون أخلفني في قومي. تسعة. رفض الصحابة بعد استشهاد رسول الله أن يدفعوا الزكاة لأبي بكر مثل سيدنا مالك بن نويرة، لأنهم يجدونه مغتصب للخلافة. هذا أشد دليل على أن هذا أن رسول الله بلغ في غدير خم، وأن الصحابة فهمت الأمر على عواهنه على حقيقته، فلذلك رفضوا كثير منهم أن يدفعوا الزكاة لأن للغصب الغير شرعي للخلافة. 11. رفض علي أن يبيع أبا بكر، رفض أمير المؤمنين أن يبيع أبا بكر، وصديق الكبرى رفض أن تبيع أبا بكر، فإن كان هو الخليفة الحق لزم عليهما أن يبايعاه، لأن الرسول قال: من مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية. وإن كان خليفة باطل فوجب ألا يبايعاه. فبما أنهما معصومين، فاطمة وعلي سلام الله عليهما وعلى أبيهما وأولادهما، فقد ثبت أنه الحق معهما، الحق معهم وفيهم، لأن هما معصومون، وأنا هجيب لك الدليل إن هما معصومين. فبما أنهما الاثنين رفضوا يبيع أبو بكر ويخضعوا لأبو بكر، فهذا يدل أنه رجل نصاب كذاب أخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله الإمامة الشرعية مكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قول الله تبارك وتعالى في السورة المكية سورة يونس: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا يهدى فما لكم يا سيدنا ربنا لكم فما لكم كيف تحكمون. هذه الآية دليل عقلي على أنه الأعلم هو الأولى بالقيادة، ومعروف أن علي أقداقم، وعمر يقول: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، لولا علي لهلك عمر. الحديث اللي بجيب حضرتك على دي كلها، والآيات دي كلها، ومثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا. يعني إيه نجا؟ ومن تخلف عنها غارق. ده اللي جاب الحديث مش هتصدق مين، واحد اسمه ابن هيثم ابن حجر ابن الهيثمي بتاع الصواعق المحرقة اللي بيسبنا وبيلعننا وبيشتمنا. بعد كل الآيات دي كلها ترجع تقول للرسول خاف والرسول